ازيكم؟ لقيت ان حلقه مالطا هتتاخر، فقلت اعمل لكم حلقه عشان ما تزهقوش. انا عمري عموما قلت لكم ان في حلقه انا هصورها وصورتها، مفيش. تكمله لحلقات خمسه فوق وخمسه تحت عن الافضل والاوسط، الافضل والاسوأ في العالم. في نفس الوقت في ناس كتير جدا بتزعل ان مصر بتبقى في شويه من التقارير بتبقى هي واخده مركز من المراكز الاخيره، وانا كمان بزعل اوزو كمان بتزعل، بس انا الحمد لله لقيت تقرير مصر فيه واخده مركز متقدم وحاجه اللي هو نفتخر بيها يعني، وده كلام البنك الدولي مش كلام اليوم السابع. حلقه النهارده من خمسه فوق وخمسه تحت عن اكتر خمس اقتصادات في العالم صاعده ورايحه ناحيه النمو، واقل خمس اقتصادات بتنزل لتحت اكتر بتضيع يعني. بيتوقع البنك الدولي ان الاقتصاد عموما في العالم كله ينمو خلال السنتين الجايين بمعدل اكتر بكتير عن السنين اللي فاتت من ساعة الأزمة الاقتصادية العالمية. الدول اللي أنا هقولها في التقرير ده ممكن يكون دخلها القومي مش كبير، بس عندها قوة ومرونة إن هي تقدر تواجه الصعوبات والتحديات اللي بتواجه كل اقتصادات العالم عموما. وهم 80 دولة زي التقرير اللي فات. بعدين ال 80 دولة دول هم في حاجات بتبقى تحت ال 80 دولة، بس هم بياخدوا أول 80 دولة بس، واللي تحت كده خلاص بيخرجوا بره التقرير خالص. فأنت لو ما لقيتش البلد بتاعتك فهي للأسف بره التقرير خالص. هبدأ بالخمس دول اللي في آخر التقرير خالص، آخر خمس دول في التقرير اللي بيرجعوا لورا اقتصاديا. رقم خمسة من تحت هي بلغاريا، رقم أربعة صربيا، رقم ثلاثة هي رومانيا. مروان متزعلش يا مروان. رقم اتنين المجر، رقم واحد وهي آخر دولة في التقرير ده للأسف متخضوش هي بولندا. المهم أنا عندي اتنين صحابي، واحد من صربيا واحد من بولندا، الله يكون في عونهم. نقول بقى اكتر خمس دول صاعده في العالم من وجهه نظر البنك الدولي، اللي هو شايف ان هم عندهم قوه ومرونه ان هم يواجهوا التحديات والصعوبات اللي بتواجه العالم كله عموما. رقم خمسه اليابان، طبعا اليابان اصلا مش محتاجين نتكلم عنها، اليابان معروفه عامله ازاي. رقم اربعه الصين، برضو الصين مش محتاجين نتكلم عن الاقتصاد بتاعهم عامل ازاي. رقم ثلاثه سنغافوره. رقم اثنين واللي انا مبسوط شويه ومفاجاه برضو بالنسبه لي هي الهند، كويس جدا الهند متقدمه للدرجه دي يعني. رقم واحد وانا مبسوط جدا 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 بيها هي الامارات. الامارات هي من وجهة نظر البنك الدولي هي الاولى عالميا ناحية اقتصاد قوي، بتنمو بطريقة سريعة وبمعدل سريع. عموما تجربة الامارات في كل المجالات تستحق دراسات مش دراسة واحدة، رغم ان الامارات دولة نفطية، بس مش ده لوحده اللي بتعتمد عليه، او على الاقل بتحاول ان هي ما يبقاش اعتمادها الكلي على النفط. في اعتمادات تانية زي سوق العقارات، زي الضرايب، زي السياحة. نيجي بقى لمصر. مصر مش في الخمسة الأوائل، لا معلش يعني دي حاجة كنا متوقعينها شوية يعني، بس مصر في المركز السابع. احنا المركز السابع واخدين 8 من 10 في السكور بتاع الاقتصادات اللي هي الصاعدة أو الموفرز. بس للأسف في التقرير بتاع الدول اللي هي open for business بتشجع على الاستثمار فيها، احنا واخدين سكور قليل جدا. احنا في المركز ال 73 على العالم في التقرير ده من 80 دولة، يعني الدولة مش بتشجع على الاستثمار، واخدين سكور فيها 2.7 من 10 من 10، يعني 2.7 من 10، يعني 2.5 مثلا، وده قليل جدا جدا طبعا، ده بسبب ان احنا عندنا يعني شوية فساد كده، والضرايب مش عاجبة الناس، فاحنا واخدين في موضوع الضرايب ده لوحده هو السكور بتاعها من 10، احنا واخدين 0.4 اللي هو ايه، ما حصلناش نص من 10، وادي كمان البيروقراطيه او الروتين ده ما حصلناش حتى فيه 5 من 10، والشفافيه كمان ما جبناش فيها نص من 10، كمان تكلفه التصنيع غاليه، فدي حاجه ما تشجعش الواحد ان هو يستثمر اصلا ولا يعمل مصانع مثلا عندنا. بس معلش مش مشكله دلوقتي، مش ده موضوعنا، احنا موضوعنا هنا في الحلقه دي هو الاقتصادات الصاعده، واحنا الحمد لله واخدين المركز السابع على العالم، فدي حاجه تفرح. ان شاء الله السنه الجايه نبقى الاول. الحلقة الجاية احتمال تبقى ملطة، محدش عارف. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واستنونا في الحلقة الجاية من بيسوهات.